هلو، السلام عليكم ورحمة الله. معكم سامر وحود بن سوريا. قبل ما نبدأ بهذا المقطع خلينا نصلي على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. الله يسعدكم يا رب، الله ينور دربكم. شكرا لكم كثير على الشيء اللي نحن فيه بالقناة. حابب اني اتشكركم من خلال هذا الفيديو على اللايكات، على اي شيء عم تقدموا للقناة. الله يسعدكم. اسف بهي الفترة كان في تقصير بالقناة لانه في امور وراء وموراء عند الدولة خلصتها الحمد لله. فهذا الجيم اللي حتشوفوه هو ما حصلت فيه مركز اول، ما حابب اني احرق عليكم، ولكن بدي لمح لكم عن نقطة مهمة انه حتى لو ما حصلت مركز اول بدي انشر الطريقة يلي انا متت فيها. لانه في ناس بتفكر انه انا دائما بفوز دائما بفوز انا ما بخسر. لا، انا بخسر كتير، ترى انا بخسر اكتر ما فوز، هذا شيء اكيد. اي لاعب بيخسر كتير ما بفوز دائما. ممكن هي بتكون ما كان بالحسبان، ما كانت طريقة اللعب صح، الالتفاف على الخصم ما كانت صح. فبشكل عام هذا الجيم ما حصلت فيه مركز اول، ولكن بدي انشره حتى تعرف انه مو كل جيم بلعبه بحصل فيه مركز اول. لا، انت بامكانك مع التدريب ومع الممارسة بشكل دائم ممكن تتغلب علي، ممكن تصير اقوى مني، مو ممكن اكيد. فدائما اشتغلوا على نفسكم، واللعبة اللي بتحبوها اعطوها اكتر من حجمها وتدربوا عليها دائما دائما. فاي شيء بتحتاجوه عن موضوع التثبيت السلاح، عن موضوع اعدادات اللعبة اللي انا بستخدمها، روابطها بتلاقوهم بالوصف. روابط الفيديوهات موجودة، هن فيديوهين، واحد عن الاعدادات وواحد عن تثبيت السكوب. فممكن في ناس بتقلك هذا قديم بدنا شيء جديد، ترى هو نفسه. يعني اذا بدي اجي اعمل لك شيء جديد رح ارجع عيد الكلام نفسه. ممكن انا مسرع شوي السكوبات عن هديك السرعة القديمة فقط. فالله يسعدكم يا رب. اترككم مع المقطع، لا تنسوا دعم المقطع باللايك، ولا تنسوا تكتبوا لنا تعليق، تشتركوا وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. اكو عرب بالطياره، اكو عرب بالطياره، اكو عرب بالطياره، ابن سوريا بالطياره.
بس في غير واحد. هي هي شو عم يصير؟ حرام والله. والله غريب يا أخي.
بعرف هدول وينهم والله. المهم على العموم السيارة هون، احنا اكيد هيك هيك رح يطلعوا من الزون. ها هاي الباص، تخيلوا نجيبه شباب. رايح على الدروب. ما طبيعي الحظ. اوف يا اخي والله طلقتين اخذ. مستحيل هاي الرفع عصب له اياها، مستحيل. طيب ليش انا جيت يمك انت هلا؟ خوف والله كفو، والله والله كفو يا اخي، يعني بياكل طلقة وما بيهرب. كذا مو لا لا لا، ما في هيك حظ. لا والله بحياتي ما شايف هيك حظ انا. طيب هدول شو وضعهم الشباب هون؟ اوكي ما شايفه انا. والله مالي شايفك يا ابن الحلال.
نحن سنين بعده معه سكوب 8. لا كمان 6 بس يعني منيح. ابو الكار وين يا شباب؟ ابو الكار وين؟ ما في هيك شيء. ابو الكار وين؟ ابو الكار هون بس وين ما بعرف. هاي السيارة البعيدة ناخذ دروب جروزا. كثير ضيعت طلق انا بالام وقت يلي كنت عم واجه بالام. شو هاد هي زلمة؟ بتقلي جلتش طلقة واحدة ضل بالام. اوف 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 جي أصدقائي هيك بنكون وصلنا نهاية المقطع. إن شاء الله المقطع يكون نال إعجابكم. يا رب لا تنسى دعم المقطع باللايك، وبتمنى منك إنك تكتب لي بالتعليقات شو رأيك بالقناة، شو رأيك بالفيديو، رأيك بيهمني كتير كتير. وبتمنى منك إذا كنت أول مرة عم تشاهدني بتمنى منك إنك تشترك وتفعل زر الجرس حتى توصلك الفيديوهات القادمة وكمان الفيديوهات القديمة. فهيك بنكون وصلنا لختامة الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.